أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. صحيفة البصائر: الاعتقالات العشوائية في مدن شمال العراق وغربة تعود للظهور. المدى: سكان الأهوار يحذرون من استنزاف الموارد الطبيعية في مناطقهم. العرب اللندنية: قياديو حزب الدعوة يخططون للإطاحة بنور المالكي. وفي الزمان: البارزاني يقدم دعمه الكامل لمسرور في رئاسة حكومة الإقليم. العرب الجديد: قوى الحرية والتغيير في السودان تقرر تعليق العصيان المدني مؤقتا. وفي القدس العربي: النيران تستنزف إدلب والنظام يحشد والمعارضة تنتزع زمام المبادرة. وفي الشرق الأوسط: واشنطن تفرض عقوبات على 16 كيانا لتسهيلهم استيراد النفط الإيراني. ومن العناوين ننتقل إلى المقالات، ونبدأ بمقال كان في متنه: تندب حظها حكومة بغداد وثلة من السياسيين وذوي الأحزاب التي عملت ردحا من الزمن على قيادة البلاد نحو قعر الهاوية، ويتستذكر أحداث الموصل ثم ما تلبث أن تتحدث عن انتصارات موهومة وكذبات مروجة في سياق المزايدات والمزاحمات التي يبديها الشركاء المتشاكسون في كل وقت وحين. جهاد بشار يرى في صحيفة البصائر أن المهم في القضية تسليط الضوء على المخرجات والمكاسب التي يحاول إعلام سلطات الحكومة في بغداد تقديمها مجملة، على الرغم من أنها تتربع في بؤرة القبح. لعل سائل يطرح استفهاما عما إذا كانت قوات التحالف الدولي ومن بعدها حكومة بغداد الأخيرتان قد حققوا فعلا مكاسب حقيقية يمكن أن ترقى إلى توصيف معتبر في المجال السياسي والأمني، أم أن المشهد كله لم يتجاوز حدود ممارسات آنية ومكانية قائمة على أسس من الطائفية والحقد التاريخي المتفشي في أفكار وعقول الطغمة السياسية التي تدير البلاد. لا شك أن الواقع المشاهد يجيب عن ذلك بصراحة، والناظر إلى حال العراق اليوم لا يجد سوى مآسي متراكبة وأفواج ممتدة من المشردين ومساحات كأنها بلا حدود من الأنقاض الشاخصة التي كانت في يوم ما تؤوي أولئك الضائعين في كوارث الحاضر ومجهولية المستقبل، في حال أبعد ما يكون عن دلالة مصطلح التحرير الذي رفع أول الأمر بتكلف لكنه تهاوى سريعا بعد حين. ثم يبصر ذلك الناظر مشهدا سياسيا فوضويا في حكومة تقترب من قضاء ربع عمرها وهي ناقصة، تتعدد فيها ساحات الصراع وتتلاعب بها الإرادات في أجواء صاخبة ومفتعلة غايتها في المقام الأول صرف الأنظار عن الحقائق وإبعاد الرؤى عن تشخيص الواقع من أجل الإعداد للانتقال صوب مرحلة جديدة في جني المكاسب وتحقيق المصالح وتقاسم النفوذ. ويقول الكاتب إن توصيف مخرجات أحداث الموصل وتوابعها وما يجري الحديث أو التحليل بشأنه على ألسنة نواب أو قوى سياسية وجهات مجتمعية هي في الحقيقة لا تعد أكثر من كونها أوهاما مشتتة وتسويقات لبضاعة بائرة لا يمكن لتصريحات عابرة أن تلمها، ولا تقوى بكائيات عاجزة على تسحينها. وما دام هذا التشخيص أسير إطار مفروض على متبنيه فإنه يبقى وصفا مجردا لا روح فيه. خمس سنوات مرت حتى الآن على ليلة احتلال الموصل، خمس من التأويل والتضليل والتدليس والكذب والتحايل،
من الدماء التي شربتها شوارع العراق حتى اختنقت بها. مشرق عباس الحياة يقول في صحيفة مشرق عباس في صحيفة الحياة يقول: ها نحن نقف على إطلال الموصل، ننادي كما نادينا في مثل هذا التاريخ مع عام 2014 أن لن ينام العراقيون تلك الليلة. لفحنا الشاي مراً وساخناً وزقوماً يوم احتلال الموصل، نرجسيتنا التاريخية، نهرينا، آثارنا، سمرة وجوهنا وحياؤنا أريقت جميعاً عندما ازدحمت الأرصفة بقمصان العسكر وبساطيلهم، وعندما باتت نجماتهم الهاربة أمام زمرة مسلحين نكتة للتندر. الليلة التي قرر فيها من قرر أن وقت تقسيم العراق قد حان، وأن الخرائط يمكن أن تنصب لتفصل بين المصائر، كانت بقمرين. الجموع المذهولة والمقدوعة والمترنحة من الموت والفقر والحواجز الكونكريتية وعواء الحناجر الطائفية تسمرت أمام قمر الخسوف الأحمر الدامي يستحضر رعب الإبادة، فيما كان القمر بدراً واضحاً لحفل ليلة الذئاب في مجالس حكامهم. نعم، يكاد المجتمع السياسي العراقي يتأمل تلك الدموع الغزيرة على الكرامة الوطنية الملقاة على قارعات الطرق بنظرة صماء خاوية. ونعم، كان أولئك المتلبسون بذنب العراق ودمه يعرفون أن ما كان مخططاً أن يكون. ونعم، كان مجتمع السياسة يعرف أن الموصل سيتم احتلالها ليس في 8 حزيران، بل في 1 كانون 2 من ذلك العام، عندما احتلت الفلوجة وتم غض الطرف عنها وإجراء انتخابات شكلية ترمم الصورة القبيحة. وكان يتداول يومياً خيار التقسيم لأن الجيران لديهم نظرياتهم حول مرحلة ما بعد الكارثة. واختتم مشرق مقاله قائلاً: 5 سنوات مرت، 5 من الأوجاع المشرعة والقلوب المكلومة ونواح المقابر تزاحم حياتنا وتحتل وجودنا، 5 سنوات لم ينم فيها العراقيون يحصون ضحاياهم ويتداولون قرار الاغتراب ويسألون صانع الشاي الأسود المر المتسمر في مكانه في شارع الرشيد منذ 1000 عام سؤالهم المعتاد: هل هناك أمل؟ فيرفع رأسه بصمت وجزع نحو الأفق المغلق بتلال الزبالة، فثمة خلف المزابل حروب دائمة. يبدو أن محاولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التقليل من أهمية حرائق الحنطة والشعير التي التهمت الآلاف من الأفدنة وتصدى زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي للحرائق في ذات التوقيت وبذات المضامين لا يمكن أن يكون ذلك إلا بالتنسيق لاستثمار الأرض المحروقة في بذر نوايا الميليشيات للإيقاع ببقايا أبناء الموصل. حامد الجيلاني يرى في صحيفة العرب اللندنية أن الفتنة ومقاصدها الطائفية ليست نائمة، ويراد للهيبها أن يرفع رأسه مجدداً بقرار ومنهجية الأقبية المظلمة وما ينبعث منها من سياسات تتصل بتداعيات أزمة خانقة تعصف بنظام الولي الفقيه. ليس بعيداً ما يجري من تهجير قسري واغتيالات واعتقالات تعسفية في محافظة ديالى عن العاصمة بغداد بعد مسببات شحن طائفي استهدفت قوة أمنية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينها في قضاء الطارمية. كان مقابلها شعارات جاهزة ومعدة لتجريف البساتين وتهجير المواطنين بقوة رغم مجالس العزاء التي أقامتها عشائر حزام بغداد للحيلولة دون إعادة سيناريو ناحية جرف الصخر التي تحولت إلى منطقة مغلقة للحرس الثوري ومعسكراته التدريبية ومعتقلاته الخاصة. ديالى مدينة البساتين المحاذية للحدود الإيرانية تعاني من تهديدات تتوعدها بمصير مماثل للموصل ونكبة تحريرها، وهذا يعني أن الموصل تحولت إلى وحدة قياس
وتحذير متبادلة بين القوى السياسية في مجالس المحافظات ومجلس النواب. العراق يتهاوى تحت مطرقة ولاية الفقيه بما تستحضره من برامج ترفع من نسبة تخصيب الفتنة الطائفية على أيدي من يتبرأ منها من زعماء الميليشيات. التغيير الديمغرافي والطائفي في حزام بغداد مشروع إيراني استيطاني يتهيأ لتنازلات وتعهدات سياسية ومساومات أمنية ودولية في المنطقة. ستنال من التواجد الإيراني وتسعى لتقليم مخالب الحرس الثوري بالتزامن مع التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة أو ابتزازها للاتحاد الأوروبي. كما يرى الكاتب أنه من الطبيعي ألا يستقطب حزام بغداد في هذه الظروف اهتمام المجتمع الدولي، لكن ما يجري فيه نذير متغيرات خطيرة في الشأن العراقي حفزت بعضهم للمطالبة بتدويل طوق بغداد الجغرافي، لأنه يجمع نقائض المشروع الإيراني بأهدافه المستدامة مع نتائج كارثة الاحتلال الأمريكي التي تحول من خلالها هذا الحزام إلى حزام إيراني ناسف في الشكل والمضمون، حزام سيأتي على البقية الباقية من أمل في وحدة العراقيين واستقرارهم وعروبتهم. علي حسين يتساءل في صحيفة المدى لماذا لا تلتزم الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بموضوع الكهرباء، فكل ما يصدر عن الجهات المعنية عقب كل أزمة وخصوصا في فصل الصيف هو عبارات مقتطبة تتحدث بشكل متعجل وغامض عن الوضع والتجاوزات وضرورة أن يرشد المواطن صرفه من الكهرباء، مع التوصية بأن يتمتع المسؤول وعائلته بخطوط طوارئ خاصة تمنع عنهم حر الصيف وبرد الشتاء. حكومة وأحزاب مؤمنة ورجال دين يصرون على رمي الفقراء خارج اهتماماتهم، بدليل ألا أحد سأل نفسه لماذا يعيش المواطن العراقي من دون كهرباء ولا خدمات، بينما تتوافر الخدمات لجميع السياسيين والمسؤولين وقادة الأحزاب وكبار رجال الدين. قبل أن يخبرنا حسين الشهرستاني بأننا سنصدر الكهرباء إلى دول أوروبا، خرج علينا إبراهيم الجعفري بخطاب حذر فيه الشعب العراقي من صعقة كهربائية بسبب المشاريع العملاقة التي أنجزها والتي خصص لها فصلا من كتابه تجربة حكم. ثم عرفنا أن وزير الكهرباء أيهم السامرائي اكتشف أن له في أموال الكهرباء حق معلوم، فحول مليار دولار إلى حسابه في أمريكا. بعدها تم اقتياد أموال الكهرباء والإعمار والصحة والتعليم إلى قاصات المسؤولين الكبار. وعندما تظاهر الشباب في بغداد والبصرة والحلة وباقي المدن ضد الفساد والانتهازية ونهب نحو 800 مليار دولار، أطلق عليهم الرصاص الحي لأنهم هتفوا مطالبين بتوفير حياة كريمة. إن المضحك أكثر ألا أحد من الذين نهبوا أموال الكهرباء والمستشفيات والمدارس والمشاريع الوهمية قدم إلى القضاء، فهو باق في المنصب مرة وزيرا ومرات نائبا، وإذا اقتضت الضرورة سفيرا في سلطنة عمان على غرار علي الدباغ. ويقول الكاتب إن العراقيين يملكون قادة مجاهدين ومؤمنين وحجاج يتنفسون هواء وطنيا، وليسوا بحاجة إلى من يذكرهم بأن الناس تعاني البطالة والفقر وسوء الخدمات، فهذه مطالب أهل الدنيا ونحن شعب منذور للآخرة. هكذا عاما بعد عام وحكومة بعد حكومة وسرقات بعد نهب وخرابا بعد خرائب يعيش البرلمان العراقي. تتباين التحليلات حيال مصير خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، وكما درجت العادة في التأجيل المتكرر للمواعيد. فاجأ مهندس الصفقة جاريد كوشنر الجميع بالإعلان عن ورشة في البحرين نهاية الشهر الحالي
لعرض الشق الاقتصادي من الصفقة، ما يعني أن الشق السياسي وهو الأهم قد تأجل إلى إشعار آخر. فهد يرى في صحيفة الغد الأردنية أن فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة والتوجه لإجراء انتخابات جديدة في الكيان الصهيوني أربكا خطط الإدارة الأمريكية، لكنهما لم يوقفا حملات الترويج للخطة. بدا واضحا من تصريحات الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته شعور بخيبة الأمل لما آلت إليه الأوضاع السياسية في إسرائيل والقلق على مستقبل نتنياهو السياسي بعد قرار إعادة الانتخابات، وتزامن ذلك مع إدراك بعض أركان إدارة ترامب لحجم الصعوبات التي تهدد بفشل الخطة قبل إطلاقها وانعدام التأييد لها في الأوساط الفلسطينية والعربية والغربية، ناهيك عن موقفي موسكو وبكين المتحفظتين بقوة على الأفكار الأمريكية. بالرغم من ذلك، ما يزال فريق كوشنر متمسكا بوعود الصفقة، وقدم الأخير مرافعة مطولة عن خطته دون الكشف عن مضمونها في مقابلتين صحفيتين مؤخرا. وتحسبا من فشل الخطوة الأولى على طريق إتمام الصفقة، أطلق كوشنر حملة دبلوماسية لحشد الدعم والمشاركة في ورشة البحرين المقررة نهاية الشهر الجاري. على المستوى اللوجستي، تمضي التحضيرات لانعقاد الورشة في البحرين، وقد وجهت اللجنة الأمريكية المشرفة على تنظيمها الدعوات لمؤسسات دولية وعربية وهيئات رسمية، لكن مراقبين على صلة وثيقة بالتحضيرات لم يستبعدوا خيار تأجيلها في ظل الفتور الواضح بمواقف دول غربية وإعلان موسكو وبكين مقاطعتها وتردد دول عربية وإسلامية بالمشاركة فيها باستثناء 3 دول وافقت على الحضور لغاية الآن. وبحسب الكاتب، فإن الشق السياسي من الصفقة لن يتم الكشف عنه قبل ورشة البحرين، والمرجح الانتظار إلى حين إجراء انتخابات المقبلة أي الإسرائيلية في أيلول من العام الحالي، حيث تقترب الولايات المتحدة من الدخول في أجواء الانتخابات الرئاسية، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية المنشغلة في الحملة الانتخابية لن تغامر بطرح خطة للسلام في الشرق الأوسط، لن تجني من ورائها سوى الفشل الدبلوماسي. نشرت صحيفة لافانغوارديا الإسبانية تقريرا نقلت خلاله مظاهر الحرب المفتوحة التي يشنها الحزب الشيوعي الصيني على الهوية الخاصة بمسلمي الصين، حيث تسعى الأجهزة الحكومية لطمس تاريخ وعادات هذه الأقلية ومعاملة المسلمين بشكل غير إنساني بالاعتماد على إجراءات قمعية صارمة وتقنيات مراقبة متطورة توفرها شركات اتصالات من بينها شركة هواوي. الصحيفة قالت في تقريرها إن مدينة كاشغر التي يعود تاريخها إلى 2000 سنة وكانت تمثل واحة في وسط صحراء تاكلاماكان الرملية ونقطة محورية على طريق الحرير لم يتبقى منها الكثير من هذا التاريخ، وشهدت الكثير من التغييرات. وذكرت الصحيفة أن هذه المدينة تعاني من مراقبة كاميرات الشرطة لكل الفضاءات العمومية بالاعتماد على تكنولوجيا قادرة على التعرف على الوجوه ومتابعة الأشخاص المستهدفين، ولم يعد هنالك مكان يسلم فيه السكان من هذه المراقبة بعد أن أصبح الجميع مشتبها بهم وضحايا لهذا القمع الجماعي الذي يتعرض له 700,000 من سكان المدينة. وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة كاشغر تحولت إلى منطقة حرب حقيقية تعيش فيها أقليات الكازاخ والطاجيك والقرغيز إلى جانب الإيغور، وهم شعوب التركمان في آسيا الوسطى اعتنقوا الإسلام منذ القرن العاشر، ويسعى الحزب الشيوعي الصيني في الوقت الراهن لمحو آثار هذا التاريخ، كما تفرض السلطات الصينية إجراءات تهدف لقطع دابر تقاليد المسلمين ونزع صفتهم الإنسانية وجعلهم مجرد أجزاء في الآلة الاستبدادية
حيث يتمثل دور الفرد في العمل وطاعة الأوامر دون التفكير أو تذكر ماضيه. وبيّنت الصحيفة في تقريرها أن كاشغر أصبحت اليوم مدينة صامتة تسير فيها الدراجات بالطاقة الكهربائية، ولا يمكن للعربات تجاوز سرعة 40 كيلومتر في الساعة الواحدة، والجميع مجبرون على المرور ببطء حتى تتعرف الكاميرات على السائق، ولا يمكن لأي أحد دخول وخروج أي منطقة دون أن يتم تسجيل هويته، ويمر عبر جهاز لأخذ بصمات الأصابع ومسح العينين. من أجل سحب عينات الدم من المرضى دون الحاجة لإشعارهم بآلام الوخز التقليدية، طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية ضمادة ذكية تحتوي على 9 إبر متناهية الصغر. ونقل الصحيفة الشرق الأوسط عن باحثين من الجمعية الأمريكية للكيمياء قولهم إن قطر الإبرة الصغيرة الواحدة داخل الضمادة لا يزيد عن قطر شعرة الإنسان، ولا يزيد طولها عن مليمتر واحد، وتستطيع الضمادة الذكية تجميع السائل الموجود بين الخلايا داخل جسم الإنسان، والذي يحتوي على الكثير من الدلالات المختلفة على احتمالات الإصابة بالأمراض. وبعد إدخال الإبر الدقيقة داخل الجسم يتم سحب عينة السائل الخلوي إلى داخل الطبقة الورقية بالضمادة حتى يتسنى للباحثين الحصول على عينة وإتمام عملية التحليل المطلوبة. كما يؤكد فريق الدراسة أن التقنية الجديدة يمكنها التوصل إلى نتائج بالغة الدقة، إضافة إلى توفير كثير من الجهد والوقت. نتابع الآن بعض صور الكاريكاتير التي انتقلناها لكم من صحف اليوم. بهذا نكون قد وصلنا لختام صدى الأقلام في هذا اليوم. نتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم. إلى اللقاء في حلقة جديدة بنفس الموعد.